دخل فيه اللعيبة المعسكر كانوا عارفين إنهم داخلين على تجربة مختلفة هتغيرهم للأحسن، وده اللي حبينا نعرفه منهم دلوقتي بعد كل اللي شافوه وتعلموه. إيه اللي اتغير فيهم بسبب كابيتانو؟ استفدت كتير جدا من كابيتان وزمايلي وصحابي، وانت ما تبقى ماشي اصلا ساعة واحد يوقفك عشان يتصور معاك، ده حاجه كبيره جدا. يعني قبل كابيتان كنت مش فاهم يعني ايه ملعب كبير، وما كنتش يعني هنا استفدت بخبرات كتير. انا بقيت احسن من الاول لما لعبت، وفي كباتن كتيره شافتني وشجعتني برضو لما قالت انت كويس. كل ماتش بخرج منه ببقى فرحان، لان انا بكتسب خبرات من كابيتان مصر، لان انا اول مره العب في ماتشات فيها جمهور وملاعب طبيعيه وملاعب على اعلى مستوى. بصراحه الاول كنت حاجه ودلوقتي بقيت حاجه، واصحابي فرحانين بيا واهلي وبلدي، وان شاء الله اكون حاجه كبيره بسببه. اكتر حاجه حبيتها في كابيتانو ان انا اكتسبت خبره، وعرفت يعني في العلاقات الاجتماعيه عرفت اصحاب كتير، اتعلمت حاجات انا ما كنتش هتعلمها في مكان تاني. يعني لو دخلت تجربه هعرف اتعامل فيها اكتر من اي حاجه تاني، عشان انا خدت التجربه دي قبل كده. اتعرفت على ناس جديده وتعلمت منهم حاجات حلوه قوي. يعني بقيت فرحان ومبسوط، الناس في اسوان بقت فرحانه بيا بسبب كابتن. هو ساعد علينا مع حاجات كتير وتعب كتير بين الانديه، وكنا نلف انديه كتير. كابتن غيرت فيها حاجات كتير وطورت مستوانا، ان شاء الله نبقى حاجه كويسه. كل لاعب شاف ميزه في كابتنه غير التاني، وحس قد ايه المعسكر فرق معاه في حاجات كتير هيفضل فاكرها وهو في طريقه للاحتراف.